أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أم إبراهيم تسأل عن ركعتي الوضوء، تقول متى تصلى وهل هي سنة وهل تصلى في وقت النهي؟ نعم، صلاة سنة الوضوء تفعل بعد الوضوء مباشرة، إذا فرغ من الوضوء فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، وهما من ذوات الأسباب. من ذوات الأسباب بعض العلماء يرى أنهما يفعلان ولو في وقت النهي لحصول السبب، إذا حصل السبب فإنها يفعل الصلاة المرتبة عليه كصلاة الوضوء وكصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وركعتي الطواف، إذا وجد أسباب عند المحققين من أهل العلم أنها تفعل عند وجود أسبابها ولو في وقت النهي. وذهب جماعة آخرون إلى أنها لا تفعل وقت النهي لعموم قوله لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. نعم.